صباح الخير، معاكم فينبيكو النهارده من الساحل الشمالي قدام ستيلا ودابلو 3 في محل سوفا ان صفرا. محل محترم قوي، فيه حاجات جميله جدا، وده اللي خلانا نبتدي نعرض الحاجات بتاعتنا معاهم هنا في المحل، علشان اي حد لو حابب يقتني اي وحده من الوحدات بتاعتنا في الساحل يقدر يستلمها من سوفا ان صفرا قدام ستيلا دابلو 3 الساحل الشمالي سيدي عبد الرحمن. وهنوريكم المحل وهنوريكم الحاجات اللي عندنا النهاردة. الناس اللي بتحب الإضاءة عندنا مجموعة حلوة قوي من الإضاءات، كلها هاند ميد ومعمولة من الخشب الطبيعي. أحب أفرجكم على أباجورات صغيرة تتحط على سايد تيبلز، وأباجورات كبيرة، كلها حاجات معمولة هاند ميد بالخشب الطبيعي. أشكالها مختلفة، أشكالها جديدة، أشكال تحفة بصراحة. ولو جينا نتكلم عن التيبلز والسايد تيبلز هنلاقي حاجات حديد مع خشب بتدي شكل فينتج طبيعي جدا، عروق الشجر، تريهات، سايد تيبلز، ألوان جميلة. أشكالنا الجديدة وأشكالنا المميزة بتميز شغلنا دايما، والناس بتحبه قوي عشان الالوان المبهجه والبوزيتيف انرجي اللي ممكن ناخدها من الشغل بتاعنا. شغل جميل، شغل ساحل، شغل شباب، شغل جديد. جيت بيتك في الساحل ولسه ناقصك قطعه فرنتشر، ممكن تلاقي عندنا كل اللي انت محتاجه من انتريهات، ترابيزات، اباجورات، براويز، ساعات. تابعونا دايما هتلاقوا عندنا كل جديد.